شديني خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم ونتابع أبرز وأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وهنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة موعد انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، واللي بتستمر حتى 9 مايو المقبل تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدر أساسي لإنتاج الغذاء. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور الذهاب لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. هيلتقي الأهلي المصري مع مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة 3 ظهراً، وفي تمام الساعة 9 ليلاً هيلتقي الترجي التونسي مع سان داونز الجنوب إفريقي. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة. هيلتقي لوتون تاون مع برينتفورد في تمام الساعة 4 عصراً. في نفس التوقيت هيلتقي شيفيلد يونايتد مع بيرنلي، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً هيلتقي أرسنال مع وولفرهامبتون.